بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. النهاردة يا جماعة إن شاء الله هنلعب مع بعض لعبة الجريت جاردن عشان نعرف إن إحنا اتعلمنا الجريت ولا لأ. المطلوب منك عشان تكون فاهم كويس إن إنت ما تشوفش اللي أنا بعمله غير لما إنت تجرب بنفسك، يعني بتشوف السؤال معايا توقف الفيديو وتجرب تعمله بعد كده تشوف الفيديو. اول حاجه عندنا من الحاجات البسيطه جدا اللي طالب مني ان انا العمود بتاعي اللي هو المفروض الميه هيبدا من اول فين، فهقول له هنا جريد كولوم ستارت 3، هيبدا من اول 3 فالميه راحت على الزله. طبعا شباب والله انا اول مره العب اللعبه دي معاكم، بس حابب يعني ايه العمليه تكون ظريفه وفريندلي يعني. طيب انا فهمت من السؤال ان هو عايز، انا طبعا اكلمك في الفكره بتاعت السؤال مش الطريقه، انه عايز البويزون ده يتحط على الزرع او اللي هي الويد اللي في الاخر ده، فهقول له جريد كولوم ستارت 5، تمام كده عظيم عشان تروح في الاخر خالص. طيب هو دلوقتي بيقول ان في ميه معانا ومش عايز الميه دي هتبدا من الاول، وهو مش عايزها تمشي للنهايه، عايزها تمشي على قد العناصر بتاعتنا بس، ف grid column end 3 عشان تملى الميه 4 اللي هي 1 2 3، فهنقول 4 عشان ياخد 1 و2 و3 عظيم. طيب عندنا هنا السؤال، طيب هو بيقول انه في الحالة دي الرقم مفروض يكون الـ end اكبر من الـ start، ومفروض طالب منك ان انت تحط الـ great column end رقم اصغر من الخمسة، يعني مثلا 4 3 2 هيغطيهم كلهم كده، تمام عظيم. دلوقتي عايز منها great column end عشان يكون negative value، عظيم جدا. عايز مننا ان احنا نعد من الاخر للاول عن طريق النيجاتيف فاليو، فهقول له هنا جريد كولوم اند سالب 2 عشان يعد من الاخر للاول سالب 2، وبعدين يمشي لحد هنا ويعد عادي من الاتجاه العكسي. طيب نفس القصة، عايز مننا موضوع البايزون بس يبدأ من الاخر مش من الاول، يبقى grid column start سالب 2 بالشكل ده عشان يجي عليها، ونبدأ نشوف السؤال اللي بعده. دلوقتي عايز بدل ما انا احدد البداية عايز المية تكون على العنصرين او العمودين، فهقول له grid كولوم اند واقول له سبان 2 عشان ياخد عمودين بالشكل ده بدل ما نحدد البدايه والنهايه. هنا تقريبا نفس القصه، جريد كولوم اند نقول له سبان 5 عشان ياخد الخمس اعمده بتوعنا من غير ما نحدد الستارت والاند. طيب هنا برضو عايز الجريد كولوم اند هينتهي عند السته، وهو عايز السبان تكون الستارت grid column start span 3 بالشكل ده، ثلاث أعمدة. هو عايز مننا القيمة أو الشورت هاند اللي بتقبل الستارت والإند مع بعض، فهقول له grid column هيبدأ من 4 لحد 6 عشان ياخد 4 و5. طيب هنا عايز الجريت كولوم يخلي الحاجات بتاعتنا الحلوة دي يتحط عليها المية باستخدام السبان كمان. طيب جريت كولوم، كولوم بتاعنا هيبدأ من العمود التاني وهيعمل سبان 3 كولومز بالشكل ده. طيب هنا هيبدأ يعني يستخدم الجريد رو، نحنا هنبدأ الرو بتاعنا هيبدأ من فين بدل الكولوم من شوية، جريد رو ستارت هنبدأ المرة دي من الرو رقم 3 بالشكل ده. هنا محتاج الشورت هاند للجريد رو، اوكي
ادي الجريد رو محتاجين ان هو يبدأ من رقم 3 وبعد كده يبقى 3 صفوف span 3. طيب بعد كده نستخدم الجريد كولوم والجريد رو مع بعض عشان نوصل لحد هنا. ماشي عظيم. الجريد اول حاجة رو خلينا نقول له ان هو هيبدأ من الصف الخامس بالشكل ده، وبعد كده الجريد كولوم ستارت مثلا 2 بالشكل ده، وصلنا للمطلوب. بعد كده الشكل يخوف لكن ان شاء الله بسيط، محتاج الجريد كولوم والجريد رو عشان يملوا المية دي. اوكي خلينا نقول الجريد كولوم الاول، نمشي بالترتيب، هيبدأ من 2 وهيتمدد يعني 4 اعمدة يبقى span 4 كده عظيم. بعد كده الجريد رو هيبدأ من الصف الاول المفروض زي ما هو وهيتمدد 5 صفوف. تمام جدا وعظيم جدا. ندخل على اللي بعده. عندنا هنا الجريد كولوم والجريد رو مع بعض والجريد اريا. خلينا بقى نوقف الفيديو نفكر بس شوية عشان ما نضيعش الوقت. دي خاصية الجريد اريا اللي هو الاختصار اللي احنا اتعلمناه، الشورت هاند اللي بتقبل مني 4 قيم. الرو ستارت او خلينا الرو ستارت تمام المفروض هيكون 1، هيبدأ من الصف الاول ماشي. بعد كده الجريد كولوم ستارت هيبدأ من التانية. بعد كده الجريد رو اند، الاند هينتهي عند الصف الرابع عشان ياخد الثلاث صفوف. بعد كده الكولوم اند هينتهي عند 2 3 4 5 2 3 4 5 6، هينتهي عند 6 بالشكل ده. وادي الجريد اريا والاختصارات بتاعتها. طيب عندنا هنا مالتيبل ايتمز، نعمل اوفرلابنج من غير مشاكل. هنستخدم الجريد اريا عشان نعمل سكند اريا تانية عشان تكفر الحاجات دي. طيب هنقول له جريد اريا، نبدأ نشوف الرو ستارت يكون 1، الكولوم ستارت هيكون بيبدأ من عند 3، بعد كده الرو اند هينتهي عند 1 2 3 4 5، هينتهي عند 5 مش 6. بعد كده احنا محتاجين الرو بتاعنا، محتاجين بعد كده الكولوم اند بيبدأ من 3 4 5 6، ينتهي عند 6 بالشكل ده. الصف بتاعنا هيبدأ من الصف التاني مش الاول بالظبط كده. طيب عظيم عظيم، الاسئلة قربت تخلص واسئلة ممتعة جدا صراحة. هو السؤال شكله يخوف وكلام كتير قوي بس هو اعتقد انه سهل جدا. يعني هو هنا مرتب العناصر ومتهيألي خطوة واحدة بس هنعملها، انه البويزن ده يكون هنا فهو عامل ووتر اوردر صفر. طيب انا هاجي عند البويزن واقول له اوردر 4 0 1 2 3 4 5، اوردر 5 بس كده. السؤال والله يخض صراحة لكن هو سهل وهايف جدا يعني. طيب هنا برضو موضوع اوردرينج، المية بتاعتي صفر وانا عايز التاني مش مديني اتحكم وعايز كل البويزن يكون في الاول، فطبعا عشان مفيش غير صفر قدامنا فهقول له نيجاتيف فاليو سالب 1 عشان يجيب الاوردرينج بتاع البويزن قبل اي حاجة تانية. طيب عظيم، برضو من الاسئلة اللي تحس انها شائكة شوية لكنه سؤال عادي. هو عايز الكولم الاول يكون عرضه 50. طيب grid template column وهقول له 50% اول واحد، وبعدين المفروض هو عايز كام عمود تاني grid template column. مش هينفع طبعا كده، احنا عايزين اوتو 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 كده. عندنا 4 طبعا يا شباب، لو قعدت اغير القيم من هنا لبكرة مش هيحصل حاجة لان انا مش حاطط باذن الله يعني
بالشكل ده، لان انا طبعا مش حاطط الحرف بتاع الاس، والحمد لله كله تمام. حطينا عمود 50 والباقي اوتوماتيك بالشكل ده. طيب ده نفس السؤال اللي فات تقريبا، هو عايز استخدم 8 اعمدة وكلهم 12.5% في العرض. مفيش مشكلة خالص، grid template columns repeat 8 اعمدة الويتس بتاعهم 12.5% بالشكل ده. سؤال هايف وبسيط جدا مفيهوش اي مشكلة خالص. هنا هنشوف تقريبا نفس السؤال او قريب منه، هو مديني القيم فوق عشان اعملها grid template columns، عايز مني هو 100 بكسل الاول، بعدين 3 EM اللي هي time، وبعدين 40%. طيب هو عايز دلوقتي grid template columns مظبوطة، لكن هو عايز الترتيب المناسب. مفيش طبعا الكومة العجيبة اللي انا كتبتها دي، مش فاهم كتبتها ليه. تمام، هو اصلا مش عايز ترتيب ولا حاجة، هو مجرد ما احنا عملناهم كده. طيب عندنا دلوقتي الفراكشن، شايف انا حاجة فيها فراكشن وانا بحب الفراكشن. طيب هو عايز البويزون ياخد جزء مثلا والباقيين كلهم ياخدوا الباقي. طيب خلينا نقول له grid template columns، ونقول له مثلا انه اول حاجة تاخد 1 FR 1 fraction، والباقي هياخد مثلا 3 fraction بالشكل ده. طيب 4 fraction 5 fraction مثلا. تمام، يبقى هو عايز 6 اماكن هي بالظبط كده صح، وعايز الويد ياخد 1 من على 6 والتاني 5، مظبوط كده 1 fraction، والتاني ياخده 5 fraction او 5 اجزاء من اللي باقي. طيب عظيم، اسئلة ظريفة وجميلة، هي عايزة بس شوية تفكير لمدة 2 دقيقة. طيب هو بيقول اللي احنا شرحناه في الكورس، انه هو لما تحط البيكسل تدمجهم مع النسبة المئوية الفراكشن بياخد المساحة اللي باقية. هو عايز ان الكاروت تبقى 50 بيكسل، والبويزن او الويد دي 50، واللي في النص يتبقى المساحة اللي ياخدها بقى الفراكشنز كلها. هقوله دلوقتي grid template columns، اول حاجة هو عايز 50 بيكسل للكاروت بالشكل ده، بعدين 1 fraction، بعدين 50 بيكسل للجزء الخاص بالويد. ما نفعش الموضوع، هو كاتب دلوقتي 50 بيكسل on the left و50 بيكسل on the right وبالكولومز، وبعدين this two column and use fraction to make 3 more columns that take 3 more، يعني هو عايز 3 اعمدة. يبقى دي هنا دلوقتي هنقول له repeat 3 column 1 fraction بالشكل ده. عظيم عظيم عظيم، حاجة عظمة، اسئلة عظمة. طيب هو عندنا حاجات، عندنا 75 بيكسل للويد على الشمال، وتلات اجزاء من الخمسة من remaining space للكاروت، وجزئين من الويد. بص تحس السؤال لي لخبط يعني، لكن هو بسيط يعني. grid template columns بالشكل ده، اول حاجة على الشمال 75 بيكسل بالشكل ده، بعد كده عندنا واحد واخد 3 fraction اللي في النص، بعدين واحد واخد 2 fraction من الخمسة بالشكل ده، وخلص الموضوع وصلى الله وبارك. طيب عندنا السؤال رقم 26. طيب هو عايز نستخدم الجريد تمبلت رو عشان نعمل ووتر لكله 50 بيكسل، كل واحدة فيهم مفروض 50 بيكسل. طب خلينا نكتب جريد تمبلت روز، لو قلت له 50 بيكسل 50 بيكسل 50 بيكسل 50 بيكسل، وطبعا كده المفروض ان احنا عندنا 5 50 بيكسل بالشكل ده. اوكي خلينا، هو عنده 5 صفوف. طيب repeat 5 50 بيكسل. طيب يا شباب انا جربت repeat 5 صفوف 50 بيكسل، طيب هو يعني انا مش عارف، هو كاتب دلوقتي to water all but the top 50 بيكسل of your garden،
مش عارف يعني دي يعني هل اللي فوق دول كلهم هم 50 بكسل فهو يقصد يعني كده، فخلينا نعمل مثلا حاجة 50 بكسل على 4 يعني 12.5 بكسل تقريبا. اه 12.5 بكسل هو يقصد الاربع صفوف اللي فوق ال50 بكسل تتقسم عليهم، يعني هو ده اللي انا فهمته بصراحة وطلع الحل، بس انا مش مقتنع بيه يعني، بس تمام اوكي. طيب يا شباب دي خاصية الجريد تمبلت، دي شورت هاند للجريد تمبلت روز والجريد تمبلت كولومز. فهو هنا كاتب هنا هيعمل جريد بصفين 50% كل واحد فيهم وكولم واحد 200 بكسل. طيب هو هنا عايز يعمل ايه تحت؟ عايز التوب 60% والليفت 60 بكسل من الجاردن. اه مش عارف ليه حاسس ان السؤال سهل جدا. هو عايز من التوب 60% يعني الروز اللي فوق دي هتكون 60% من مساحة الكونتينر، والليفت دي 200 اللي هي المفروض الأعمدة، يعني عمود واحد مثلا 200 بكسل وصف 60%. طب خلينا نجرب جريد تمبلت. الأول هتكون 60% بعدين على وعايز كام؟ 200 بكسل. آه عظيم عظيم أوكي. آخر سؤال عندنا أكيد هيكون سؤال صعب. طيب هو بعيدا عن المنظر يخوف، خلينا نقول إن هو بيقول لك إنه في 50 بكسل باقيين تحت وفوق الباقي كله مليان بالجزر أو الكلام ده. عظيم جريد تمبلت. ونبدأ بالرو، هو عايز تحت 50 بكسل وفوق كل المساحة الباقية، فهقول له 1FR 1Fraction فوق و50 بكسل تحت كده. تمام عظيم. بعد كده كتب لي الليفت من الجزر في الكولم 20% والباقي كله هستخدم الباقي المفروض 20% على الشمال يعني، والباقي كله هسيبه، فهقول له 20% مثلا هنا وبعدين الباقي 80% او نقول له اوتو بالشكل ده عشان يكمل كده. خلاص الحمد لله 28 من 28. أسئلة جميلة صراحة عظيمة جدا. يا رب يا جماعة الفيديو يكون عجبكم وكنش جبتلكم ملل، عشان في شوية حاجات كده قعدت أفكر فيها شوية. أشوفكم إن شاء الله مع درس جديد، والسلام عليكم.